أطلقت حماس أول صواريخها محلية الصنع باتجاه إسرائيل عام 2001. كان مداها يصل إلى 7 كيلومترات. بحلول عام 2008 أصبح بإمكان هذه الصواريخ الوصول إلى مسافة 40 كيلومتراً، بما في ذلك بئر السبع. في عام 2012 تمكنت صواريخ المقاومة الفلسطينية من الوصول إلى عمق 80 كيلومتراً، وبذلك تمكنت للمرة الأولى من الوصول إلى تل أبيب والقدس. وبحلول تموز يوليو 2014 وصلت الصواريخ إلى مسافة 140 كيلومتراً، حيث أصبحت حيفا الآن في مرماها.